النور واخوكم امين العمودي. يا اهلا ومرحبا. الله يحييك. منشد واقدم تقديم مسرحي، بس الحين ترى في نوم يعني عشان وصلنا اخر شيء. فعمري 26 عشان ما تركت العمر كله ان شاء الله. الله يسعد قلبك. فان شاء الله نطربكم الحين شوي. يا قلبي يا قلب العناوش عني، متى ترك العالم وتمضي بشانك؟ يا قلب خلي اللي يغثك ويشقيك، ما سدك اللي صابني من جنانك. صوت شو فيك زعلت يوم قال صوت؟ لا لان فيها اصبر، هو قال صوت وهي اصبر الكلمه اللي بعدها اصبر. اول البارت لا لا صوت بدون صوت. البارت اللي بعده اصبر اصبر. تزعل الحين نصوت؟ تمثل تزعل من الحين انت؟ اعطني اي شيء تمثيل. ايوه السلام عليكم. لا لا تكلم. لا لا تمثيل. ايش تبي؟ تقليد. بسرعه 10 ثواني ابكي. ايه لا لا هذا كذاب. لا دقيقة اصبر اصبر ترى اول شيء من البارت. يعطيك العافية. الله يسعدك وشرفتك. شكرا لك بالتوفيق. تفضل. المسابقة الثاني بسرعة. انت قبله ولا هو قبلك؟ اكيد. يلا. هناك فئة من الناس يكرمها الله بالموهبة، فالموهبة هي الإبداع الذي يضفي على أمر ما جمال، كما أنه دليل واضح على الطموح، لأن الطموح هو أساس الإبداع. فإذا لم تكن مغامراً جريئاً في أمر ما تحبه فأنت لا تستحقه. معكم تركي بن سعيد الودعاني، متابع جيد لقناة الواقع ما يحتاج، والبرامج الواقعية بإذن الله أني أملك الكاريزما الكافية اللي تأهلني إن شاء الله في مجال الإعلام ونتعلم من اللي مثلكم. شرواك شرواك الطيب. موهبة الرئيسية في موهبة معينة؟ الموهبة إن شاء الله أنها مقدم الرياليتي إن شاء الله ما يحتاج. أعتقد أن عندي الرياليتي إن شاء الله. يعنيك يعني لا 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 عندي طاقة ما هم فرغها. لا خلي الطاقة الطاقات هذه نعرفها آخرتها ويد بحيحة شغلنا بذل قدر. لا لا ويسحبه والله. لا رياليتي لا لا ولا شيء. لا لا إن شاء الله طاقة مو مفرغها للبث. صوت ما يحتاج. فك الله حبيبي ساعدنا بك أبوي. توفيق لك. يعطيك العافية. الله يسلمك. الله يوفقكم. ترى يا شباب حتى اللي مرفوض كليا يعني واللي يشوف انه ما قابل ابو سلطان ترى في قائمه الاحتياط. صحيح صحيح. في فرصه ثانيه في فرصه ثانيه على فكره. وهذا الكلام للجمهور وللشباب. قد يجد بعض المتسابقين نفسه في الـ60 او الـ50 او على حسب العدد اللي بيطرحونه الشباب. صحيح. ولكن ويقولون لا هذا انتم رافضين. لا احنا رفضنا، لكن استدعي بعد اعتذار احدهم او بعد يعني تكرار. وذكر ابو سلطان ليس معناته انك قبلت من اللجنه بالكرت الاصفر انك تدخل على ابو سلطان ويوقع معك. لا، لانه في برضه كذلك زي ما ذكر سلطان تشابه خطوط. وفي المقابل رفضت ايضا ممكنك ما اخذت كفايتك. صح. 30 ثانيه. تفضل. الامل معقود. تفضل يا استاذ. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اسعد الله مساك. احنا هنا القبله وراك. طيب انا اكلم اخاطب الجمهور. تفضل. لا انت تخاطبنا هنا. احنا الجمهور. خاطب اللجنة. عفش. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله. احنا هنا. انت جالس تناظر فوق. طيب عفش. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم متابعينا الكرام. اليوم نبي ناخذ مقابلة بسيطة مع أعضاء اللجنة. لجنة ليش ما خاطبت الكاميرا؟ طيب عفش. اللي تبون اللي تبون أبشروا. أنا هنا أبشر باللي تبونه. مخلت خاطبكم ولا خاطب الكاميرا؟ طيب. متابعينا الكرام نعود نبي ناخذ مع اعضاء اللجنه مقابله بسيطه من دقيقتين الى ثلاث دقائق. مقدم؟ اي نعم مقدم. وش غير التقديم؟ ما غير شيء، انا جهدي كله في الموهبه هذه. طيب وش قد طيب لو سمحت لي بس اكمل المقابله هذه. خليك واضح البدايه. واضحه. لا بس خليني اكملها. كم يلا ما يخالف. نبي نسال اعضاء اللجنه كل واحد سؤال وهي ثلاث اسئله. و نبدأ بعلي الغامدي أبو الوليد. أسعد الله صباحك. صباحك. لا تعب طال عمرك. حياك الله أندم. أبي أسألك سؤال يا أبو وكل صبح. واحد له سؤال. تفضل. طيب خليني بسألك يا أبو، هل المتسابق المتصنع
مفضوح او انه مكشوف ولا ما يحتاج مفضوح، بس انه عجبني فيك البرشمه، واضح انك غشاش كبير. ما في اي برشمه حلوه والله، عجبتني. ما اكتب بذمتك بيدك، والله بيدها ما اكتب اربع يدك على الكاميرا بيدي. والله يجيب والله انك ممتاز. اي اربع يدك ما في، خليني ببرر يا ابو حسام ولا عليكم. صل على النبي، ارفع يدك على الكاميرا. الله ما طلب ورقه، ما اشغل القناه والله على طول. هذه حلوه والله، شكلها من ايام الثانوي. لا 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 من ايام الثانوي بس هذا. واضحه، الله يعطيك العافيه، دعوات لك بالتوفيق. بس تسمحوا لي بالاسئله اكمل بس اذا سمحت؟ سمح بشان خير. سكريبت غالبا الا ما تكون شامل في موهبتك اشياء اخرى، انت حصرت نفسك على التقديم وقلت انا حاط كل اهتمامي فالتقديم، دعوات لك بالتوفيق وانا اصور. انا والله عجبتني حركه اليد، أو ما اعرف اسمه، هو اعرف اسمه حسب ما خلتوني. اي وش اسمك؟ ما خالف. زايد بن هذال بن زايد السويدي. ونعم والله. نعم. انا حركه اليد عجبتني. البرشام. ولو تسمحوا لي بالاسئله. شكرا لك بس عشان الوقت. الله يحفظك حبيبي. شكرا. تفضل ابوي. دعوات لك بالتوفيق ان شاء الله. يا شباب جهزونا للسبعه البقيه، يعني ترى عادي تكون ثمانيه. الله وبركاته. سلام. الصوت مسموع؟ معكم سعيد فواز القحطاني، راوي للقصص وشاعر. شاعر تكتب شعر؟ نعم اكتب شعر، قصيدي الخاص، والقي بعض القصائد واروي بعض القصص قصائدها القديمه التاريخيه وغيرها. فقط. فقط؟ نعم. ما عندك اي شيء؟ كيف ما عندي شيء؟ هذه يعني كلها تقعد في البرنامج كله تروي قصص وتقول شعر؟ ما ادري، انت خبر البرامج الاولى فيها شعار اخذ الرياليتي اكثر من الشعر. فمامك إيه انت قلت لي انا راوي وشاعر، اقول رياليتي، بتقول وش الرياليتي؟ الرياليتي معروف. سمعنا بيتين. ابشر. طبعا هذه البيتين كتبتها في اخوي الله يشفيه. قلت الله يشفيه ويعافيه. والله نودي من الضيم يلحقني نصيب، لاجل احاول افهم بكاك واقدر انفعك، يا بعد كل الخلايق ويا اقرب قريب، ويا بعد قلب يحبك وهو دايم معك. يا بعد كل الخلايق ويا اقرب قريب، ويا بعد قلب يحبك وهو دايم معك. امنياتي باول العام بس انك تطيب واقدر احبك وابوسك، واقدر ابوسك واضمك واسمعك. يعطيك العافيه. طيب سؤال، ليش خفت انك لما نسالك عن رياليتي؟ شو المشكله؟ لا ما خفت. ليش؟ بس انت بتمارس رياليتي البرنامج. طيب يا سلام، انا امارس الشغله، مو بلازم اني اقول انا امارسها. تمام. الشاعر لا بيقول انا شاعر، بس انا امارس الرياليتي. الرياليتي هذا اسويه برا في البيت. طيب ليش خفت انك تقول؟ طيب وقلت ان عندي رياليتي. طيب اي وش الرياليتي اللي عندك؟ أنا لو انت فعلا قصدي كيف اثبتها لكم؟ نعم. إيه لو عادي. انت عندك رياليتي حقيقي اثبتها باللجنة بدون ما تقوله. يا اخي اللي قبل 40 شخص اللي اخذ اربع كروت صفراء يا ابو حزام، ايه اللي اخذ اربع كروت صفراء بدون ما يصرح عن رياليتي، اثبت انه انا وجهه نظره. دقيقه، انا قلت لك عندي رياليتي؟ انا اقول انت خفت، انت قلتها بلسانك. انا خفت اني اقول لكم عندي رياليتي. ما قلت خفت، انا رفضت اني اقول عندي رياليتي. نعم. انا عشان ما تقول ليش. انا ما قلت ان عندي رياليتي، لان هذا شيء واضح، كل اللي جو عندهم رياليتي مهما كانت موهبتك. ما عندك رياليتي شيء طبيعي. اذا انت شاعر، اذا انت شاعر عندك برامج شعريه تقدر يا سلام يا سلام. انت هنا في برنامج واقعي. ترى ضحكتك ذي تربكني. ها هو شوف، انا عندي ما اخذ على لبيت. ايش اسمك يا سعيد بن فواز القحطاني؟ سعيد. ما اخذ على سعيد انه عصبي ويناقش ويرد بسرعه، يعني بيتعبنا هو اصلا. لا طيب نصوت ولا شخصيته حلوه. كم عليك؟ كم عمرك؟ عمري 23 سنه. وش تدرس؟ انا تارك الجامعه. لا عادي، يعني لا تقول لي اني انا ما عندي شيء انك بتقنعني. انت ممكن موقف مأجل ترم يعني ما عاد شيء. سم انت تقول وش تدرس؟ ايه؟ الان ما ادرس الان، انا حاضر. قبل انت خلصت ثانوي وبعدين وقفت دراسه؟ انا مخلص الثانوي وادرس جامعه العلوم السياسيه، كلية العلوم السياسية جامعة الملك سعود، لكن إيه؟ انا حادث من في الرياض. الله الله. وحادث ترم عشان ايش؟ لا انا حادث من اول. حادث ترم إيه؟ عشان سكريبت؟ لا 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 لا. لا والله. عشان اقول لكم عشان سكريبت اقول لا، انا حادث من اول، ايش هذا؟ واللي ودكم. طيب انا صوت. انا ود بس مشكلتي الولد عصبي بيشغلنا. بيتعبنا. بيتعبنا. عطى احمر، عطى احمر. بيتعبنا. عطى احمر. ليش تناقش بسرعة؟ ما انت مستمع جيد على فكرة. جدا غير مستمع غير جيد. بيتعم اخويا يعطيك العافيه. سلطان هناك شخصيته جميله جدا. شكرا سعيد. يعطيك العافيه. سلطان روح يا شباب، نبغى سبعه.